فرغاو كثر او خلي هنا ايوا مازال جهه لا كيزا نحن متواجدون بغابة إيغولال بلدية عجيبة أين اندلع حريق غابة منتصف نهار اليوم وعملية الإخماد متواصلة. هذا وقد تم إخماد حريق غابة بصحاريج الذي اندلع يوم أمس مساء، تم إخماده صبيحة اليوم على الساعة 9:15 وعملية الحراسة متواصلة. العملية تمت برتل المتنقل لمكافحة حريق الغابات لولاية البويرة بالإضافة إلى المفرزة الجهوية لمكافحة حريق الغابات المتواجدة بولاية البويرة تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة المقدم شرقي عبد القادر. وعملية الإخماد الآن في حريق غابة إيغولال كذلك تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة.